بيلا تشاو، هذه زهرة رجل مات من أجل الحرية. إذا مت ادفنيني في أعلى الجبل تحت ظل زهرة جميلة، وكل من سيمر سيقول يا لها من زهرة جميلة. هذه زهرة رجل مات من أجل الحرية. تلك مقتطفات من أغنية ثورية من الفولكلور الإيطالي في زمن الحرب العالمية الثانية، من إيقاع المقاومة للحزب الإيطالي اللاسلطوي الاشتراكي في إيطاليا. عندما تسمع الناس يترنمون بيلا تشاو، فأعلن أنهم يفكرون في المقاومة ونضال الثوار، أو بشكل قل النضال ضد جميع أشكال الاضطهاد، حتى نضال العامل والموظف على مدى عقود. أصبحت هذه الأغنية رمزاً للعديد من أشكال النضال من أجل الحرية، وتمت ترجمتها وتفسيرها في جميع أنحاء العالم، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا. فكيف أصبحت أغنية شعبية احتجاجية من القرن التاسع عشر نشيد المقاومة الإيطالية ضد الفاشية؟ في 25 من نيسان من كل عام تغنى بيلا تشاو في جميع أنحاء إيطاليا لإحياء ذكرى يوم تحرير البلاد من الاحتلال الألماني والحكم الفاشي في نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت في الأصل أغنية احتجاجية إيطالية شعبية تندب ظروف العمل القاسية لعمال موندينا في حقول الأرز بشمال إيطاليا، لكن كلمات الأغنية تم تعديلها في الأربعينيات لتروي قصة شاب يودع حبه وداعا يا جميلة لينضم إلى الثوار الإيطاليين. فلماذا تحتفل إيطاليا بيوم التحرير في 25 من نيسان؟ سرعان ما تم تبني الأغنية كنشيد للثوار الإيطاليين، إنها ترنيمة معادية للفاشية. ومع ذلك في إيطاليا مثل الاحتفال السنوي في 25 من نيسان، لا تزال بيلا تشاو مثيرة للانقسام، وتحتقر من قبل أولئك على اليمين الذين يرفضون الاحتفال بيوم التحرير. صحيح أن قصة الأغنية بدأت خلال المقاومة الإيطالية، إلا أن شعبيتها لم تتفجر إلا بعد الحرب. في الواقع قبل التحرير من الفاشية والنازية لم يكن الثوار يغنونها، لم تكن بيلا تشاو تحظى بشعبية كبيرة باستثناء ربما بين الوحدات القتالية وبعض الجماعات الحزبية. فقط في عام 1947 بدأت القصة بمناسبة المهرجان العالمي الأول للشباب والطلاب الذي أقيم في براغ. خلال ذلك انضم بعض الثوار من إيميليا رومانيا إلى الحدث، فغنوها في مهرجان الأغنية المخصص، ما أفسح المجال أمام صعود لم يتوقف حتى اليوم.